نبدأ جولتنا في مختارات من أعمدة الرأي والمقالات بزاوية بشفافية للكاتب حيدر المكاشفي بالصفحة الأخيرة من صحيفة الجريدة بعنوان المالية والخارجية حرب الدفن والحفر. يبتدر المكاشفي زاويته بالقول: كان الناس يعتقدون أن معاناة البعثات الدبلوماسية بالخارج تعود بالدرجة الأساس إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تكابدها البلاد عامة، إلا أن صحيفة التغيير الإلكترونية حفرت حول هذا الموضوع وتحرت وتقصت، فتكشفت لها أسباب أخرى تمظهرت في نزاع مكتوم يدور بين الوزارتين السياديتين. ويقول الكاتب: اتضح للصحفية أو الصحيفة أن أس الأزمة المشتعلة بينهما ليس سببه فقط شح المال وتقدير وزارة المال، وإنما أيضا بسبب قرار تعيين محاسبين ومراجعين قانونيين لكل البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث تأكد للصحيفة عبر مصادره الخاصة أن هنالك محاولات كبيرة للضغط على وزارة الخارجية للقبول بقرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي القاضي بتمثيل منسوب المالية من محاسبين ومراجعين داخليين بكل البعثات الدبلوماسية. ويستمر المكاشفي ويقول: في وزارة الخارجية وعلى طريقة هذه بتلك عمدوا إلى إعاقة وعرقلة إلحاق المحاسبين والمراجعين بغرض إخفاء مخالفات حسب تحقيق الصحيفة. كما وقفت الصحيفة على بعض الاتهامات الموجهة إلى وزيرة الخارجية من قبل بعض المحاسبين بأنها تكثر من السفر إلى الخارج من أجل النثريات التي تبلغ قيمتها $1,000 في اليوم الواحد. ويزيد الكاتب بالقول: بالرغم من ذلك فإن وزارة الخارجية لها رؤية مختلفة بعدم حاجة جميع البعثات الدبلوماسية إلى محاسب. فمثلا في بعض البلدان توجد بعثات سودانية ولكن لا توجد جالية سودانية، وبالتالي لا تحوز البعثة إيرادات كبيرة. ويختم المكشف زاويته بالقول: أليس بربكم هذا الذي يدور بين الخارجية والمالية هو ذات أسلوب الحفر والدفن الذي كان متفشيا خلال العهد البائد؟ أين المؤسسية بل أين حدود الصلاحيات والاختصاصات لكل وزارة حتى لا تتعداها الخدمة المدنية مهنة في مهنة؟